بسم الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مرحب بكم في برنامج 30 دقيقة مع عمرو سعيد. النهاردة جمعة الجمال، جمعة الضيف العزيز الأستاذ محمود عبد القادر. أهلا أستاذ محمود، أهلا بيكم يا إزاي حضرتك؟ منور الدنيا، الله كل يخليك. الناس يا جماعة قالوا إن إحنا محدش يعرف يقلد صوت الأستاذ محمد منير واللهجة بتاعت الأستاذ محمد منير. أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله يا استاذ عمرو، يعني انا والله مش غرور، بس حسيتني يعني بقدر اجيب الاستاذ محمد منير لاني بحبه جدا يعني، وده أو حب احنا فيه جبنا والله. لك واحد مش النهارده يا جماعه جايب صوت الاستاذ محمد منير ربنا بالظبط. يخليك، ربنا يخليك يا رب. سمعنا حاجه بقى ليك؟ اوكي ماشي، نسمع حاجه صغيره كده. تمام. جاي من بلاد البعيد، لا زاد ولا ميه، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقوليلي بحبك تحبي ايه فيا، وده حبي ايه ده اللي من غير اي حريه. وريت الله يخليك، عظمه يا عم. قول لنا بقى مين ساعدك في الموضوع ده؟ والله عمرو، يعني الحمد لله الناس اللي كانت دايما يعني تشجعني بكلامها. كنت في ناس كده، في نقد بناء ونقد هدام يعني، ففي ناس كده من اللي هي النقد اللي هو البناء انا كنت بحبهم يعني، احب اسمع ارائهم جدا، وبيحفزني جدا ان انا اكمل زي ما انا يعني، او احب ان انا اكمل غنى يعني. وبالنسبه للنقد اللي هو الهدام ده يعني، كنت من وقت للتاني كان ساعات يزعلني وكده، بس كان الاكتر يعني الحمد لله الناس اللي كانت تشجعني، اللي هم الناس اللي بتدعمني يعني بكلام الكويس، كان ده اللي غالب يعني، فده اللي كان خلاني اكمل واستمر. طب مين احبطك بقى في الموضوع ده كله؟ يعني مين قال لك لا ما تكملش انت وحش؟ والله مش ما فيش كده بالظبط، بس اللي هو في ناس فعلا برضو ما بتتمناش يعني النجاح لحد، او بتقعد تقول لك تسمعك كلام، ممكن يكون برضو اشخاص من يعني من اصدقائك، وممكن تكون حد شايف بتعزه مثلا، بس يعني في الاول في الاخر انا بحترم كل الاراء، وفي نفس الوقت يعني هكمل زي ما انا حاببني يعني. في المفاجأة الكبيرة بقى اللي احنا عاملينها للجمهور النهارده، ان محمود عبد القادر مش بيغني الاستاذ محمد منير بس، لا ده بيغني الاستاذ عمرو دياب، وبيغني الاستاذ تامر عاشور، وبيغني لكل المغنيين يعني. عايزين نسمع حاجة بقى لعمرو دياب. انت سمعتني امبارح حاجة لعمرو دياب كانت جميلة جدا، الله يخليك. عايزين نسمع. طب ماشي اوكي، انا اقولكم ليه لعمرو دياب. اي حاجة تيجي من ريحة الحبايب، بتطمن قلبي اللي مشغول عاللي غايب، كلمتين يتقالوا منه ولا عنه، يطمن قلبي اللي مشغول عاللي غايب، عايشة أشوانا الوافية فيه وفيا، أسأل من بعيد لبعيد يسأل عليا، ده اللي زيه مش كتير في الدنيا دي، ده انا قلبي والله مشتاق لاغلى الحبايب. الله، ايه الجمال ده؟ الله يخليك، والله تسلم. نفسك توصل لايه بقى؟ والله هو الحلم بسيط جدا، انا مش حلم ان اكون مغني، ولكن حلم ان انا يعني اقابل الاستاذ محمد منير، او فقط يسمعني يعني يعرفني. يعني كل حلمك ان انت تقابل محمد، لكن مش هو ده مش بس، حلمك ان انت ربنا تطلع مغني ولا الكلام لا من ده، لا نفسك لا ان انت تقابل محمد انا منير بس، بس. انا حابب ان انا كلمتني ان انت قابلت تقريبا الاستاذ محمد عدويه، او الاستاذ محمد، او الاستاذ محمد فؤاد. محمد فؤاد قابلته قابلت انت؟ استاذ محمد ايوه. فؤاد، ويعني سمعني الصراحه وغنيت لعمرو دياب وكده، وعجبه الاداء جدا. ناس كتير سمعت صوتك وانت بتغني للاستاذ تامر عاشور، انبسطوا قوي بالحته بتاعت الاستاذ تامر عاشور اللي انت سمعتها لي. الله يخليك، نسمعها للجمهور؟ مفيش مشكله، عناية ماشي. عناية اوكي. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها، وامان حد يقول لها بسأل عليها ازايها وعاملة ايه. الله يخليك، الله شكرا. عايز تضيف حاجة؟
والله ممكن مثلا اقول كوبليه الاستاذ محمد عدويه برضو بالمره، يعني بما اني بجمع كام موهبه النهارده. ده احنا عنينا، الله ده احنا يخليك، بس عنينا. كوبليه كده نختم بيه تمام الحلقه. تمام الطيبه احسن وبلاش نعاند بعضنا، الطيبه احسن يا حبيبي ليه تعمل كده، لو غبت عني ده اليوم بيعدي 100 سنه، حيرت قلبي ولا كان في بالي كل ده. نفسك تشكر مين بقى يعني قبل ما نطلع فاصل؟ نفسك تشكر مين، تقول لي مين شكرا انه واقف جنبك؟ والله الدعم كله من اهلي والله يا عم فقط، يعني اصحابي في منهم برضو الناس، بس الاكتر والناس الغالبه يعني اهلي، مفيش اكتر من الاهل كل يعني الدعم الدعم. ليهم، كل كل الدعم الدعم ليك. والله. رمضان كريم على الاسره المصريه الكريمه، استنونا فاصل وراجعين لكم على طول. اهلا بكم مره تانية ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا اتنين من النجوم اللي هو مجموعه صحاب عاملين فيديو وواصلين حاجات حلوه على اليوتيوب ومسمين نفسهم ملوك الروقان. معانا الاستاذ مصطفى التركي. ازيك يا استاذ مصطفى؟ اهلا بيك. عرف نفسك للجمهور. مصطفى التركي من نبتيت مركز مشروع السوق الشرقيه. والاستاذ خالد. ازيك يا خالد؟ الله يسلمك. عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ منورنا النهارده. بنورك يا فندم. عرف نفسك بقى للناس كده وعرفنا ازاي قدرتوا يعني عملتوا كده ازاي. انا خالد الدماطي من نبتيت مركز مشتول السوق محافظه الشرقيه. والله احنا جات لنا كفكره ورحنا، كان نفسنا نغني ونعمل حاجه نوصلها يعني وكده، والحمد لله لقينا واحد وزع لنا الاغنيه، هو من كفر منصور بتاع ده من طوق. وقف معانا وقفه جدعانه برضك، وعلمنا ازاي نغني وعرفنا ازاي وكتب لنا الكلام. وان شاء الله يعني في جديد. بدأت الموضوع ده من امتى بقى استاذ؟ هو الحقيقه كان من 2014، بس كان الظروف ما تسمحش ان احنا ايه نوصل دلوقتي او نعمل حاجه، الامكانيه اللي معانا ما تسمحش. فدلوقتي الحوار جاء ان الحوار الاغنيه حصل معانا شخصيا. تمام، اتقال علينا كلام كتير ومخدرات فحبينا مش اللي هو طرب بقى واللي هو صوت، لا المهم اللي احنا ايه كنا عايزين نأدي الرساله ديت نعرفها للناس بس مش اكتر. يعني الموضوع ده حصل معانا، فحبيت انا اقعد انا وخالد لان الحوار معانا وخالد، فحبيت اعرفه وقلت له عايزين نأدي الرساله ديت للناس بس مش اكتر. فكلمنا الناس وبصراحه بسام وقف معانا جامد اللي هو الموزع بتاعنا، وعمل لنا حاجه جميله واتسمعت والحمد لله يعني. ومعانا كاتب احمد من دمياط، احمد ايكا واحمد البحراوي، ناس جميله جدا وتكتب شعر كويس جدا يعني. طب استاذ خالد كلمنا بقى يعني مين وقف جنبكم في الموضوع ده وشجعكم وساعدكم على كده؟ والله الدنيا كلها وقفت معانا، والدعم الاهلي برضك ماشي، واصحابي واهل بلدي وقفوا معانا لما شافونا بنأدي حاجة كويسة، وقفوا معانا. وبرضو بشكر بسام اللي هو خلانا نعمل حاجة حلوة وخلانا نأدي بشكل حلو اللي الناس كلها تتكلم علينا بشكل حلو. وبشكر برضو والدتي على الهوا برضو، وبشكر بحب أشكر كل اللي كلمونا وقالوا لنا كلام حلو برضو. يعني الحمد لله الواحد من غير أمه ومن غير أبوه ومن غير أهله مش هيسوى أي حاجة، والحمد لله دعاهم معانا والحمد لله بأدائنا برضك وبمجهودنا، والحمد لله بمحبة الناس، وطالما تمشي صح وطالما تقول حاجة صح ما حدش هيعترض يعني الحمد لله. طب أستاذ مصطفى كلمنا، الأغنية بتحكي عن إيه؟ الأغنية بتحكي عن مخدرات. يعني صحاب دول بتقعد معاهم تشرب مخدرات، شك في أصحاب السوق والصاحب ساحب. فالحمد لله إحنا كنا بنشرب. تمام، بس لما اتقال علينا الكلام دوت فالعكس اللي هو مش احبطنا، لا العكس ده احنا عملنا احسن، غيرنا للاحسن، وقلنا بقى خلاص يعني انتوا بتتكلموا علينا احنا نطلع احسن منكم وانتوا هتفضلوا زي ما انتوا. بس روح للاستاذ خالد، يعني نفسك توصلوا لايه؟ نفسكم انتوا الاثنين تبقوا ايه؟ احنا نفسنا نتشاف ونتسمع ونقدم نعمل حاجه حلوه بس يعني لبلدنا وكده يعني، ونبقى عملنا حاجه حلوه. استاذ مصطفى بتحب مين من الفنانين؟ انا بعشق كينج طبعا، محمد منير والاستاذ علي فاروق. انت شفت الفقره اللي قبل دي؟ اه طبعا. عجبتك الفقره؟ طبعا جميل، وله التقدير طبعا وربنا يوفقه، و
اكتر الناس بحبهم يعني. نروح برضه للاستاذ خالد. نروح للاستاذ خالد، بتحبي برضه مين من الفنانين؟ انا بحب برضه في الاستاذ تامر عاشور، وبحب الفنانه اليسا واصاله. بحب اسمع كتير يعني. طب يا جماعه بس ممكن نروح نشوف الاغنيه بتاعتهم ونيجي؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. اصحابي ضيعوني في الكيف، غرقوني، مشوني في سكه ضلمه، والناس قاسيه ظلمه، وعشان انسى يما غيرت شربت ماده، غيرت شربت ماده. دي جي بسام ما بقتش اشغل بالي، شيطاني يابا غواني، انا نفسي ارجع من تاني، ده انا من جوايا بعاني، اعضاء جسمي بتتدمر، الناس دي حاوطه بتحور، اللي بتحتاجه في الدقيقه يلك تلاتات بيمور، وهات لحظ غير حظي، وشوف لي بخت غير بختي، بصارع في الحياه وحدي، ريحي فايح بقت مهموم، سالت اللي صار في حرارتي صفر المي، يا عم سيبني ملك بيا، ده انا عالحال بقالي سنين، مش هسيبها تعدي واروق، انا يالا مخلوق فيكم هتحول، مهما اعمل لكم يكفيني شركم، ده انا اسد اجمد من الاول، لو فاكرين تيجوا تشمتوا، ده انا قلبي انا مخيطوا، على اسمي بتتصيطوا، مالكمش قيمه ولا سعر، قعدت اللي تعليكوا تتكلموا. لا جميله جدا جدا جدا. تسلم. عايز تقول ايه للجمهور بقى يعني؟ والله انا بشكر كل واحد واقف معايا، وكل واحد ساعدني بجد، والناس اللي قدرتني وقالت لي كلمه حلوه، مش شرط اللي هم عملوا لي، الشرط اللي هم بس يعني ايه قدروني بكلامهم بس، وبشكر امي وبشكر ابويا وبشكر الناس كلها الحمد لله. استاذ خالد، عايز تقول يعني تجيب اسم حد ساعدك في الموضوع ده او كده قبل ما نطلع؟ والله انا بدعم كل الناس اللي قالت لي كلمه حلوه، مش بقى خاصه، وبدعم اهلي، اهلي هم اللي ساعدوني معايا برضو، وقفوا جنبي، وبسام. تمام. بسام اللي هو اللي عمل لنا الاغنيه. تمام. شكرا شكرا لكم الحلقه دي. شكرا. عايزين تجونا حلقه ثانيه ولا ايه؟ شكرا للضيوف، وانتظرونا في حلقه قادمه مع برنامج 30 دقيقه مع عمرو سعيد، انتظرونا في حلقه قادمه. شكرا لكم. شكرا بيك يا استاذ عمرو.